ذلك الرجل الطيب محبوب من طرف الجميع، خاصة من شباب الحي بسبب عشقه الكبير للرياضة. فكما تعلمون كان من الداعين لتشييد هذا الملعب، ووقف مع شباب الحي، وكل شاهد على ذلك. وها هم شباب الحي يردون الجميل لهذا المرحوم بتسمية الملعب على اسمه الملعب الجواري المرحوم بريك قداي. تصفيق من الجمهور. بهذه المناسبة نود أن نشكر جيران وأصدقاء المرحوم على هذه المبادرة الطيبة، ونخص بالذكر هنا مسير الملعب الأخ قداي، وجميع المواطنين الساهرين على إنجاح هذا الحدث الرياضي. وبما أننا لا ننسى والصلاة والسلام على رسول الله، أعلن رسميا افتتاح هذه الدورة المسمى على المرحوم بريك قداي. إن شاء الله نتمنى أن تكون تسود هذه الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وشكرا. المنافسة الشريفة وصل البيوكي كان في البنو والروح الرياضية هذه البولة مشيت تنبع عليك الناس تعارف، مشيت لها التابز ولا حاجة ولا كلام كلاخو، هذه البولة تدعان يعني لا مطمئنة على جال الدورة إن شاء الله بإذن الله يكون في الجنة إن شاء الله. وحاجة تانية إحنا داخلين في الدورة من أجل التعارف مع أشخاص واحد أخرين، إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. المهم تكون الدورة بنجاح ودور أبناء الحي شطيبوا بالمباراة مبادرة جيدة الدقة رئيس بلدية سي تحمي بوزيان. نشكر جميع أبي المرحوم الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، ونشكرهم على الجميع. بكم بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى إن شاء الله الدورة تكون مشرفة بجميع النواحي إن شاء الله، وإن شاء الله تكون روح رياضية.